كتلة شعر بقلب رغيف خبز فاجأت حسام المغترب اللبناني اللي اشترى الخبز من عند الودن بيكري فرع الحزمية، وهيدا اللي صار معه. اليوم بتاريخ 22 جولاي عم ناكل خبز من عند الودن بيكري، عم طلع لي هيدي بقلب الخبز. برافو عليكم، برافو، كفو هيك. ايه حبيبي، كيفك؟ ماشي الحال؟ ليك انا من بال 22 الشهر اشترينا ربطة خبز من الودن بيكري، مش انا، شوفيري راح اخدها من فرع الحزمية. انا هلا حاليا ساكن برمان، يعني جابنا اياها مش دغري اول نهار فتحناها، تاني نهار نحن عم ناكل تاني رغيف طلع لي هيدي مثل كتلة شعر بقلب الخبزة، يعني منيح اللي انتبهنا لها وما اكلناها، الله اعلم شو كان صار فينا يعني. بقى هيدا الكلمة بدي اقول لك اياه. لانه نحن بكوليس منضمن حق الرد لجميع الاطراف، رح نتساءل شو معايير الصحة العامة المعتمدة بأفران لبنان وتحديدا وودن بيكري فرع الحزمية؟ ليه بدها تطلع كتلة شعر بقلب رغيف خبز اشتراها زبون إن كان لبناني أو إن كان مغترب أو إن كان أجنبي؟ شو المعايير اللي عم تفرضها وزارة الصحة على الأفران؟ وشو عملية المتابعة والمراقبة اللي عم بتصير؟ وهل في إيضاح للي صار مع حسام اليوم؟ واللي ممكن يصير مع كتار غيره بدون ما نعرف. منصة كوليس كانت معكم، إلى اللقاء. كوليس مع بعض المشهد.